خزانة الجاحظ مكتبة في وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان، تقف هنا منذ أكثر من 100 عام. هاي الخزانة كانت رسالتها إحياء اللغة العربية وتبديل والاستعارة في الضفتين الشرقية والغربية، فأنشأها جدي خليل رحمة الله عليه، وكانت مسمى بصاع خليل الرحمن. بعد أن كانت هذه الخزانة تتجول على أبواب القدس، أخذت تتنقل في المحافظات الأردنية حتى عام 1948، وحطت بعد ذلك التاريخ في وسط البلد لتبتكر طريقة جديدة لجذب القراء تعتمد نظام الاستعارة والتبديل بأبسط الطرق. طول عمره سعر الكتاب باهظ، فالتبديل خفف على المواطن والأسرة الأردنية في تبديل الرواية برواية مقابل مبلغ زهيد. أنا متفاجئ أنه بوسط البلد في عمان في، خليني أحكي، توجه غير ربحي يشجع الناس على القراءة، أنك أنت تأخذ الكتاب تشتريه وبعد ما تخلص قراءة فيه ترجعه تدفع دينار مثلاً شيء زي هيك حتى تأخذ واحد غيره. حافظت هذه المكتبة على روادها من المثقفين والأدباء ومحبي الأدب لسنوات عديدة لتنوعها وتحديثها المستمر. الناس هون بتجي من كل الطبقات، يعني مو شرط الواحد يكون عنده إمكانية مادية لحتى يجي. في كتير تنوع لقيت إنجليش وعربي أدب وروايات، هذا الشيء جذبني أكثر. بالإضافة إلى الإصدارات المتنوعة من الكتب، تمتلك هذه المكتبة إرثاً ثقافياً حافظت عليه وقدمته لأجيال من الأردنيين. طبعات تعود إلى 1910، الطبعات الحيدرية، الطبعات النجفية، الطبعات الكاثوليكية اللي هي عمرها 100 عام، فهي خزانة الجاحظ صاحبة رسالة. تحلو للكثيرين من أصدقاء هذه الخزانة من الكتاب والسياسيين والصحفيين تسميتها حارسة عمان، لكونها تفتح أبوابها أمام القراء على مدار الساعة.